نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني في محافظة واسط. أهلا وسهلا بك دولة الرئيس. يتوجه الآن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس المحترم والأستاذ محمد الشياع السوداني لوضع حجر الأساس لمشروع مدينة بوابة الكوت السكنية. مبارك لنا وليواسط هذا الإنجاز ووضع حجر الأساس لمشروع بوابة الكوت السكنية. أهلا وسهلا بك دولة الرئيس، نورتنا، وأهلا وسهلا بجميع الحاضرين. أدعو الآن السيد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي لإلقاء كلمة ترحيبية بدولة الرئيس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس الموقر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، السادة أعضاء مجلس النواب، السادة الحاضرين جميعا، الدكتور أحمد الفتلاوي والسادة المستشارين والمرافقين لدولة رئيس الوزراء، مهندسين الأبطال، صبحكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخر كبير أن يحضر دولة الرئيس اليوم في محافظة واسط لإطلاق عدد من المشاريع المهمة، ومن ضمنها مشاريع حل أزمة السكن، وهذه المشاريع الاستراتيجية إن شاء الله اللي راح يكون لها الأثر الإيجابي والكبير في خدمة أبناء محافظة واسط، وأيضا ممكن أن تتسع إلى المحافظات الأخرى. يأذن لنا دولة الرئيس أنه نبدأ فعاليات برنامجنا الأول في مشاريع السكن إن شاء الله اللي سيتم عرضها، ونرحب مجددا بدولة الرئيس حللت أهلا بين أهلك وناسك، ونفتخر بوجودك، وإن شاء الله سترى وتسمع ما يسر في هذه المحافظة الواعدة محافظة واسط. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور محمد جميل المياحي محافظ واسط. سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، سلام على باسقات النخيل وشم الجبال تشيع السنة، السلام على واسط وأهلها الكرام، بوابة الجنوب ومدينة القصب، جنة الأرض ومجمع المحاسن، واسط التاريخ والحضارة. دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم المهندس محمد الشياع السوداني، السيد محافظ واسط المحترم الأستاذ محمد جميل المياحي، السيدات والسادة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني يبدأ برنامج افتتاح مدينة بوابة الكوت السكنية. وعلى فكرة هذا المشروع أدعوكم لمشاهدة هذه المادة الفيديوية الموجزة عن المشروع. في بلاد ما بين النهرين ومنذ آلاف السنين شيدت المدن الحضارية كأور وبابل ونيبور التي ما زال بعضها قائما إلى يومنا هذا، لتسرد لنا حكايات آبائنا الأولين الذين شيدوا تلك التحف المعمارية. كانت تلك المدن مهدا لحضارات أسست أولى المدن في تاريخ البشرية، وما زال ذلك الإرث الحضاري مستمراً في إلهام العالم. واسط، مدينة القصب التي تحتل مكانة مميزة في قلب العراق، حيث ساهمت بجزء مهم من حضارة بلاد الرافدين باحتوائها على المواقع الأثرية والتاريخية التي تعود لحضارات عدة، ويعود السبب في ذلك إلى ما تمتاز به من موقع استراتيجي مهم، حيث تربط بين وسط وجنوب العراق، ويطوق مدينة الكوت نهر دجلة الخالد من جهاته الثلاث،
شهدت مدينة واسط نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة، مما جعل الحكومة تتخذ خطوة لمواجهة أزمة السكن الملحة، وعزمت الحكومة على تنفيذ تلك الخطوة من خلال مشروع بوابة الكوت السكنية للقضاء على الصعوبات التي يواجهها المواطنون ذوو الدخل المحدود. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية بقيادة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى حل أزمة السكن واستثمار المساحات الشاسعة في محافظة واسط، وتعزيز التعاون مع مستثمري القطاع الخاص لتطوير مراكز حضرية جديدة خارج نطاق المدن ضمن خطة برنامج المدن الجديدة، كمدينة الجواهري في العاصمة بغداد، ومدينة الغزلان في محافظة نينوى، ومدينة ضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة. كما أن هناك مشاريع إسكانية جديدة تسعى الحكومة إلى تنفيذها لتلبية احتياجات السكن وتحسين ظروف المعيشة. ستنفذ هذه المشاريع بأياد عراقية، مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين. مدينة بوابة الكوت السكنية هو المشروع السكني الأول من نوعه في محافظة واسط. يأتي مشروع الإسكان بإشراف مباشر من محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي، ويهدف المشروع إلى النهوض بواقع مدينة واسط العريقة وتطوير القطاع السكني من خلال استثمار مساحة تمتد إلى 5 ملايين متر مربع بواقع 15,000 قطعة سكنية مخدومة وبأسعار مدعومة، توفر مساكن ميسورة التكلفة للمواطنين محدودي الدخل، وتعد خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية العمرانية في محافظة واسط. يتضمن المشروع قطع أراض سكنية مخدومة ببنى تحتية تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وممشى تجاري وأماكن ترفيهية، إلى جانب الطرق المعبدة والخدمات الأخرى التي تضمن توافر متطلبات الحياة السكنية. تقوم الشركة المستثمرة بتنفيذ الأبنية الخدمية والاجتماعية التي تشمل المدارس والمراكز الصحية والمساجد، بالإضافة إلى مركز الشرطة ومركز الدفاع المدني ومراكز الشباب والملاعب الرياضية المختلفة ومراكز التسوق، إلى جانب المناطق الخضراء والحدائق العامة التي تصل نسبتها إلى 30% من مساحة الأرض الكلية، مما يوفر بيئة سكنية حديثة ومستدامة تلبي احتياجات المواطن الواسطي وتساهم في حل أزمة السكن في المحافظة لتواكب محافظة واسط النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. في النهاية يبقى العراق لوحة خالدة ألوانها تمتد من إرث حضاراته إلى آفاق مستقبله الواعد. هنا بين ضوء الشمس وظلال النخيل يلتقي القديم بالجديد، وتكتب الأرض فصلاً جديداً من حكاية العراق الذي لا يعرف التوقف. مدينة بوابة الكوت السكنية لواسط جديدة. مبارك طبعا لواسط وللشركات. أدعو الآن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم للإذان لوضع حجر الأساس عبر الدائرة التلفزيونية لمشروع مدينة واسط الجديدة. السلام عليكم. السلام عليكم سيادة الرئيس ورحمة الله وبركاته. تفضل على بركة الله. نعم سيادة الرئيس، اليوم يوم سعيد ومميز بالنسبة لأبناء محافظة واسط، حيث سيتم برعايتكم الكريمة وإشراف السيد محافظ واسط وضع حجر الأساس لمدينة واسط الجديدة. هذه المدينة سيتم تنفيذها من قبل شركة بيتي للعقار وللمطور العقاري والزراعي والصناعي، وباستخدام أسلوب المطور العقاري سيتم إنشاء هذه المدينة في قضاء الكوت في مقاطعة 44 السفحة وعلى مساحة تقدر ب 5000 دونم.
يتضمن المشروع إعداد كافة التصاميم والخرائط والمخططات للمدينة، وبواقع 30,000 قطعة أرض سكنية مخدومة سيتم خدمتها بشكل كامل بإنشاء البنى التحتية من شبكات الماء والمجاري والكهرباء وشبكات الطرق، وسيتم إتاحة بيع هذه الأراضي للمواطنين بمختلف الشرائح، وسيكون بأسعار مناسبة جدا، حيث سيكون سعر قطعة الأرض بمساحة 200 دونم بما لا يتجاوز 15 مليون دينار عراقي. سيتكفل أيضا المستثمر بإنشاء وبناية ما يقارب 30 مبنى حكومي، تشمل هذه البنايات بناء مدارس ومركز صحي ومركز شرطة وقسم بلدي، إضافة إلى إنشاء محطة ماء. إضافة لكل هذا، فإنه سيقوم المستثمر بتسليم 10% من مساحة الأرض بعد خدمتها بشكل كامل إلى الجهة المالكة، وهي بلدية الكوت التي سيكون لها حق التصرف بهذه المساحة. حقيقة سيادة المحافظ، من دواعي فخر محافظة واسط بأن ومن خلال دعمكم المباشر ستكون لها الريادة من بين المحافظات العراقية بتطبيق هذه التجربة التي ستسهم وبشكل كبير بحل أزمة السكن والحد من ارتفاع الأسعار للعقارات في محافظة واسط. نعم سيادة الرئيس. بارك الله بجهودكم هيئة استثمار واسط وكذلك دائرة بلدية الكوت. على بركة الله نبدأ بوضع حجر الأساس، توكل باشر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا دولة الرئيس على هذا الإذان لافتتاح مشروع آخر في محافظة واسط. تأتي هذه المشاريع انسجاما مع منهجكم الحكومي من أجل تخفيف أزمة السكن في العراق، ومن ضمنها محافظة واسط. الآن أدعوكم جميعا إلى مشاهدة الفيديو الخاص بمشروع مدينة واسط الجديدة. مدينة واسط الجديدة هي مدينة حضارية ومتطورة، صممت بأسلوب عصري وبمواصفات دقيقة وعالية الجودة، وستكون مدينة مؤمنة ومتكاملة الخدمات. إن مدينة واسط الجديدة تغطي مساحة مقدارها 12 مليون و500 ألف متر مربع، وتتكون تقريبا من 30,000 وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع لكل قطعة أرض. تشغل المساحات الخضراء ومناطق الخدمات أكثر من 40% من مساحة الأرض، مما يجعل هذه المدينة مميزة عن باقي المناطق والمدن لكثرة المنتزهات فيها واتساع شوارعها الرئيسية والفرعية، مما يساهم بالقضاء على الزخم المروري. سيتم عمل شبكات مياه الإسالة ومياه تصريف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وحمل الأرض وإكساء الشوارع وترصيفها وفق المواصفات العراقية المعتمدة. أما آلية عمل شبكات الكهرباء ستكون هوائية وفق المواصفات العراقية المعتمدة. مدينة واسط الجديدة ستكون مؤمنة بنظام أمني محكم ومزود بكاميرات مراقبة متطورة وحديثة. المجانب التعليمي سيكون موزع في مدينة واسط الجديدة حسب ضوابط وزارة الأعمار والأسكان في إنشاء المدن، فإنها تحتاج لمراكز صحية سيتم تصميمها وفق الاحتياجات بناء على الكثافة السكانية والخدمات التي ستقدمها هذه المراكز وفقا لمعايير الإسكان الحضري. مدينة واسط الجديدة سكن مميز بأسلوب متطور وحديث. محافظة واسط، القادم أجمل، عام الإنجازات. عام 2024 هو عام الإنجازات كما سميته دولتك وحقيقة حكومة الخدمات. أتشرف
أنا نور الماجد بتقديم دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني للحضور إلى المنصة وإلقاء كلمة بهذه المناسبة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا. نتشرف اليوم بزيارة محافظة واسط. هذه المحافظة العزيزة والواعدة كما وصفها السيد المحافظ، ونحن نتفق مع هذا الوصف بحكم ما فيها من موارد وإمكانيات وما قطعته من شوط مهم على صعيد المنجز الخدمي والتأسيس لمشاريع بنى تحتية وأيضا صناعية وزراعية وحل أزمات تواجه المجتمع. بالتأكيد نحن لدينا زيارات متواصلة لعموم المحافظات، ومنهجية كل زيارة هو الاطلاع على واقع المحافظة من خلال الفريق الذي يرافقنا من وزراء ووكلاء ومستشارين، وعبر سلسلة من الاجتماعات مع الدوائر الخدمية والجهات المدنية وأيضا الأمنية للاطلاع على الواقع الأمني المستقر في هذه المحافظة. وكذلك سوف تكون لنا لقاءات مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب وأيضا الحكومة المحلية، وكذلك لقاء مع الفعاليات المجتمعية والمتمثلة بشيوخ العشائر والوجهاء والسادة الأجلاء. فبداية الزيارة اليوم كانت من خلال هذا الموقع وما يمثله من رؤية الحكومة في حل أزمة السكن. هذه الأزمة المتجذرة منذ عقود الزمن في العراق بحكم الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، وأيضا رغم المحاولات المخلصة من كل الحكومات السابقة في حل أزمة السكن، إلا أنها لم توفر حلا جذريا وحل متاح للطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل. منذ اليوم الأول وضعت هذه الحكومة رؤيتها في حل هذه المشكلة، أزمة السكن وما فيها من تداعيات اجتماعية واقتصادية ونفسية على المواطن في إيجاد هذا الوطن الصغير للعائلة العراقية. وذهبنا باتجاه إنشاء المدن السكنية، المدن السكنية المتكاملة والتي تحوي وتضم كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والتجارية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص المتمكن فنيا وماديا والمؤهل لتنفيذ هذه المدن وفق التصميم الحضري والتخطيط العمراني الذي يحدد من قبل الجهات المعنية. طرحنا عدة مدن في الوجبة الأولى، 5 مدن في بغداد وكربلاء وبابل ونينوى والأنبار. واليوم وبعد أن تهيئت كل المتطلبات من الحكومة المحلية وبقرار من اللجنة العليا للاستثمار، على بركة الله وضعنا حجر الأساس لمشروع مدينة بوابة الكوت السكنية من خلال نموذج مشابه لمدينة الجواهري.
حيث يتكفل المستثمر ببناء هذه المدينة وفق المعطيات التي تحدثنا عنها، وأيضا تخصص نسبة 25% كقطع أراضي سكنية مخدومة توزع من قبل الدولة وفق الشرائح المعنية بموجب الضوابط. وأيضا اليوم ومن خلال وجودنا في محافظة واسط نعلن عن انطلاق مشروع المطور العقاري بتهيئة قطع أراضي سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين. هذا المشروع الذي عملت عليه أيضا الحكومات السابقة، وأتذكر قرار 70 لسنة 2019، والذي كان خارطة الطريق لتنفيذ هكذا مشاريع، إلا أنه اصطدم بعقبات إدارية وفنية. بعد دراسة وأيضا مبادرة من قبل السيد محافظ واسط، وتم عرض الموضوع على اللجنة العليا للاستثمار واتخذنا القرار. سنبدأ بأول مشروع وفق هذا الأسلوب، أسلوب المطور العقاري، الذي نخصص له قطعة أرض سكنية ويعمل على توفير كل خدمات البنى التحتية. قبل كان هناك توزيع قطع أراضي سكنية للمواطن في أطراف المدن، يضطر المواطن بسبب عدم وجود الخدمات إلى بيعها أو تركها. تتحول هذه المنطقة إلى وحدات سكنية مشوهة، ويضطرون المواطنين وخصوصا الفقراء لبناء هذه الوحدات السكنية بإمكانياتهم البسيطة المتواضعة، ويبدأ مجموعة المواطنين اللي يتواجدون في هذه المدينة بجمع ما لديهم من أموال لتهيئة خدمات بسيطة، فنكون أمام أحياء مشوهة لا تليق بالمواطن العراقي. من حق العراق اليوم أن يحصل على السكن اللائق، هذا أبسط حقوقه الدستورية، وواجب علينا كحكومة محلية وحكومة اتحادية أن نوفر هذا السكن اللائق للمواطن العراقي في كل أرجاء العراق. نحن نتحدث عن عدة مسارات لتوفير هذا الحق الدستوري، سواء كان من خلال هذا الأسلوب المطور أو مشروع المدن السكنية، إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات، وكذلك إنشاء مجمعات سكنية للفئات التي لديها نص قانوني وخصوصا ذوي الشهداء. بموجب القانون هناك بدل وحدة سكنية، واجب على الدولة أن تمنح هذا البدل النقدي بحكم أيضا الوضع المالي للدولة. ارتئينا أن نذهب إلى إنشاء مجمعات سكنية على مستوى الأقضية وأيضا مراكز المدن لذوي الشهداء، وتنفذ من خلال موديل اقتصادي يعد بين مؤسسة الشهداء وهيئة المستشارين وصندوق العراق للتنمية، حتى يكون متاح أيضا للمستثمر. هذه الحلول مهمة جدا لحل هذه الأزمة. بداية المطور العقاري سوف تكون هنا من واسط، وسوف تعمم على باقي المحافظات. هذا مشروع واعد يساعد أولا في تهيئة قطع أراضي سكنية مخدومة متاحة ممكن الحصول عليها من الفئات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ووفق الفئات التي سوف تقر بموجب ضوابط. أيضا
وفق التفاوض هناك 10% من مجمل الوحدات أو القطع الأراضي سوف تكون متاحة للحكومة المحلية لتوزيعها على الفئات الفقيرة في المحافظة. والأهم في هذا المشروع أيضا أنه سوف يساعد الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية في تهيئة البنى التحتية بعد أن كانت تثقل كاهل الموازنات على مستوى المحافظة والوزارات المعنية. السكن بشكل عام أيضا هو واحد من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل. وفق إحصائيات الوكالات الأممية المتخصصة بحدود 89 مهنة ممكن أن تستثمر وتنشط في ظل قطاع البناء. كذلك وضعنا مشروع مهم واستراتيجي. لغاية اليوم نحن قد أكملنا منح إجازات بحدود 1,000,000 وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة. 1,000,000 وحدة سكنية يعني كم هائل من المواد الإنشائية المطلوب توفيرها لبناء هذه المجمعات السكنية. توجهت الحكومة وبموجب الضمانات السيادية التي وضعناها في قانون الموازنة للقطاع الخاص إلى توسعة المصانع للمواد الإنشائية، ووضعناها أولوية مع القطاع الخاص الراغب بتأسيس مصانع لتوفير المواد الإنشائية. الدولة تتكفل بإعطاء الضمانة السيادية لإنشاء هذا المصنع. هذا التوجه سوف يؤسس لنشوء صناعة وطنية تؤمن ما تحتاجه السوق المحلية من المواد الإنشائية الكفيلة بتلبية حاجات هذه المدن السكنية. ونحن نتحدث عن 1,000,000 وحدة سكنية وفق إجازات ممنوحة وأراضي تم تسليمها للمستثمرين للقطاع الخاص، والعملية متواصلة مع باقي المستثمرين في مدن سكنية أخرى، فضلا عن موضوع المطور العقاري الذي سوف يفتح مجال واسع في كل المحافظات. هذا بالتأكيد سوف يساهم في توليد فرص عمل، وأنا أشاهد هذه البدلات لعموم المهندسين أبنائنا الذين نعول عليهم في بناء البلد، سواء كان في تنفيذ هذه المشاريع للقطاع الحكومي والقطاع الخاص. فرص العمل سوف تكون متاحة لأبنائنا الخريجين. دعوة لكل المحافظات لاستثمار هذا الأسلوب الجديد في تهيئة قطع الأراضي السكنية المخدومة والتي ستوزع بمبالغ رمزية إلى المواطنين، إلى الإسراع بتهيئة كل المتطلبات، وسنعطي الموافقات ونتخذ القرار من اللجنة العليا للاستثمار. نثمن كل الجهود التي تبذل في سبيل خدمة المواطن، سواء كان بتنفيذ المشاريع أو تهيئة الفرص الاستثمارية، ونشيد بالقطاع الخاص العراقي الذي يمتلك الجرأة والشجاعة والصبر. أحيانا الروتين اللي عندنا والبيروقراطية تؤثر كثيرا على مطاولة القطاع الخاص في الاستمرار بتنفيذ المشاريع. قطاعنا الخاص رجال أعمالنا حقيقة يتميزون بالصبر والشجاعة وتفهم الإجراءات التي يجب أن نعمل على تذليل هذه المعوقات وتسهيلها بالشكل الصحيح. بالتأكيد أي مشروع، هذا حديثنا في كل مناسبة، أي مشروع ينفذ من قبل الحكومة من قبل القطاع الخاص بالموازنات يجب أن يكون وفق المواصفات. يجب أن نقدم مشاريع بمواصفات عالية الدقة حتى تكون مشاريع مستدامة، وأيضا تعطي الثقة والإطمئنان بقدرة الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشاريع. كل التوفيق
للجميع، وأكرر شكري الجزيل للحكومة المحلية ولكل الأخوة العاملين على الإعداد لهذه المشاريع المهمة والحيوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم على هذه الكلمة وعلى تقديم كامل الدعم والجهود، وأيضا نحن نثمن عاليا هذه الجهود المقدمة من قبل جنابك وأيضا باقي الجهات والمؤسسات، ونثمن عاليا دور محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي، ونتمنى لواسط النجاح ولهذه المشاريع إن شاء الله النجاح أيضا. الآن أدعو المهندس فلاح حسن مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة لتقديم عرض عن أهم المشاريع وأيضا التقويم أو الخط الرقمي لهذه المشاريع في محافظة واسط، فليتفضل. سيد دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض أمام حضراتكم هذا اليوم في مؤتمر إعمار واسط وتحت شعار عام 2024 عام الإعمار والإنجازات، عام الإنجازات، نستعرض أمام حضراتكم أهم المواقف الفنية والمالية والخطط حسب البرامج في محافظة واسط. مشاريع محافظة واسط حسب الخطط الاستثمارية، العدد الكلي للمشاريع العاملة في المحافظة هي 664 مشروع بكلفة كلية 2 تريليون دينار، تنمية الأقاليم 390 مشروع بكلفة كلية تريليون و216 مليار، أما مشاريع البترو دولار فهي 22 مشروع بكلفة كلية 324 مليار دينار عراقي، المشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر 9 مشاريع بكلفة 29 مليار، أما مشاريع الأمن الغذائي فهي 149 مشروع بكلفة كلية 447 مليار، أما جدولها فهي خطة عام 23 بعدد مشاريع 94 مشروع بكلفة كلية 472 مليار. بالنسبة لتنمية الأقاليم مع جدولها فعدد المشاريع الكلية 484 كلفتها تريليون و689 مليار، المستمر منعتها حاليا هو 169 مشروع، المشاريع اللي أنجزت 289 مشروع، أما مشاريع الإجراءات الأخرى اللي هي في طور الإعلان والإحالة وإجراءات قانونية 26 مشروع. أما بخصوص مشاريع البترو دولار فالعدد الكلي للمشاريع فهو 22 مشروع، المستمر منعتها 8 مشاريع، المنجز 13 مشروع، غير محال لا توجد ولا مشروع، سحب عمل مشروع واحد في طور استحصال الموافقات القانونية كلفتها 324 مليار. أما بالنسبة لمشاريع الفقر فهي 9 مشاريع، المستمر منعتها مشروع واحد، مشاريع منجزة 6 مشاريع، مشاريع غير محالة مشروعين حاليا في طور استحصال الموافقات مع وزارة التخطيط، الكلفة الكلية للمشاريع هي 29 مليار. أما بالنسبة موقف الأمن الغذائي، المستمر هو 54 مشروع، المنجز 94 مشروع، غير محالة مشروع واحد، وكلفته الكلية 447 مليار. أما بالنسبة للبرامج الخاصة التشغيلية فمقسمة إلى قسمين، مشاريع المنافع الاجتماعية بعدد 64 مشروع، المستمر منعتها 24، المنجز 16 مشروع، وغير محالة في طور الإحالة حاليا 24 مشروع. أما بالنسبة لمشاريع المنافذ الحدودية فهي 255 مشروع، المستمر 86 مشروع، المنجز 162 أو في طور الإحالة حالياً 7 مشاريع. فيكون عدد الكلي للمشاريع العاملة في المحافظة سواء كانت تشغيلية أو استثمارية، تنمية الأقاليم 484 مشروع، بترو دولار 22، الفقر 9، الأمن الغذائي 149، منافذ الحدودية 255، منافع اجتماعية 64، فيكون العدد الكلي 983 مشروع. حجم الالتزام المالي المتبقي لعموم المشاريع ضمن الخطة الاستثمارية
والمطلوب لإنجاز كافة هذه المشاريع. الكلفة الكلية للمشاريع حاليا في الخطة هو 2 تريليون و43 مليار. طبعا جميع المشاريع الاستثمارية تنمية فقر استراتيجي أو البترودولار. المصروف التراكمي لهذه المشاريع لغاية عام 2023 نهاية 23 هو 1 تريليون و31 مليار. المصروف التراكمي خلال عام 24 هو 162 مليار. حجم الالتزام المتبقي لإنجاز كافة المشاريع هو 849. طبعا هذا الالتزام المالي هذا مقسم إلى سنوات 3 25 و26 و27. الالتزام المالي المتبقي بالنسبة لمشاريع الأمن الغذائي، الكلفة الكلية للمشاريع هو 447 مليار. المصروف من المبالغ الأمن الغذائي هو 305 لغاية الآن. طبعا المبالغ المتبقية للأمن الغذائي 141 مليار. مؤشرات الخدمة لدوائر الماء والتربية والقرى والأرياف، بالنسبة للقرى والأرياف عدد القرى في المحافظة هو 550 قرية رسمية، عدد دورها تقريبا أكثر من 100,000 دار سكني، عدد المواطنين الساكنين فيها يتجاوز 500,000 مواطن. نسبة الخدمات حاليا بالريف عندنا تجاوزت 70%. أما بالنسبة لمؤشرات الخدمة بالنسبة للمدارس، عدد المدارس في عموم المحافظة هو 1461 مدرسة، عدد الأبنية المدرسية 927 مدرسة، عدد المدارس ذات الدوام الثلاثية 17 مدرسة، أما عدد المدارس ذات الدوام المزدوج 960 مدرسة، عدد المدارس الكرفانية 50 مدرسة، وعدد المدارس الآيلة للسقوط 23 مدرسة، عدد المدارس الطينية لا توجد تقريبا كلها عالجناها، عدد المدارس قيد الإنشاء حاليا 180 مدرسة، عدد الأراضي المهيئة هي 250 موقع مخصص وجاهز حاليا، عدد المدارس التي تم افتتاحها من عام 2019 برعاية الدكتور محمد جميل بياحي محافظ واسط 120 مدرسة. أما مؤشرات الخدمة بالنسبة لمديرية ماء واسط، فعدد المجمعات المائية العاملة في المحافظة 293 مجمع، عدد المشاريع في الماء هي 18 مشروع، الطاقة الإنتاجية لكل هذه المشاريع هو 30,770، نسبة الخدمة 97%، وتعتبر محافظة واسط المحافظة الأولى على مستوى العراق بالنسبة لخدمة الماء. خطة محافظة واسط عام 2024 دولة رئيس الوزراء، استنادا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 سنوات 23-24-25، تم إعداد خطة محافظة واسط بالاعتماد على الخطط المرفوعة من قبل الوحدات الإدارية، تم مصادقتها من مجلس المحافظة. ضمنت هذه أولوية للمشاريع البنى التحتية في مراكز المدن الإدارية، بالإضافة إلى التوزيع القطاعي والمناطقي للمناطق الأكثر تضررا في المحافظة، حيث تم إعداد الخطة لعام 24 بكلفة كلية 550 مليار دينار عراقي بعدد كلي للمشاريع 131 مشروع. هذه المشاريع تم تخصيص 400 منها حسب النسب السكانية للوحدات الإدارية اللي تمثل تقريبا 72% من مجمل الخطة، ومشاريع استراتيجية ذات نفع عام وحسب يعني كل الوحدات الإدارية 150 مليار دينار تمثل 28% من هذه الخطة. تم توزيعها قطاعيا كالآتي، عدد كلهن المشاريع هو 131 مشروع مقسم بنى تحتية 43 مشروع، دائرة المجاري 3 مشاريع، الماء 15 مشروع، الكهرباء 15 مشروع، الطرق 24 مشروع، الصحة 9 مشاريع، دائرة التربية 4 مشاريع، الداخلية 3 مشاريع، شباب الرياضة 4 مشاريع، الإدارة المحلية 11 مشروع. سيادة دولة رئيس الوزراء، احنا عدينا خطة خمسية ابتداء من عام 2019 كانت سنة البدء، وسنة الهدفية سنة 2020 أخذنا على عاتقنا بأنه احنا نكمل البنى التحتية في مراكز المدن بنسبة 100% كانت حسب سنة الهدف. شرعنا بهذه الخطة وإن شاء الله ماضين بها. نسبة الخدمة في عموم المحافظة حاليا تجاوزت 70%، مع الأعمال المنفذة قيد التنفيذ إذا أنجزت إن شاء الله راح تكون نسبة الخدمة عندنا بالمحافظة 89% إن شاء الله في عموم مراكز المدن. في حال إن شاء الله نأمل من دولتكم الموافقة على تنفيذ خطة محافظة واسط لعام 24، من المؤمل إن شاء الله في حال تنفيذ هذه الخطة راح تكون نسبة الخدمة في عموم مراكز المدن ما يقارب 95%. شاكرين لإصغائكم وأسف على الإطالة.
شكرا جزيلا للمهندس فلاح حسن مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة. ولأرض الفجوات الخدمية أدعو المهندس مجيد جاسم مدير التخطيط العمراني في ديوان المحافظة أيضا لتقديم عرض أمام دولة الرئيس وأيضا السيدات والسادة الحضور جميعا. وقتا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في وسط الإعمار والاستثمار. بكل تأكيد دولة رئيس الوزراء خطة الإعمار في المحافظة خطة موجهة لتحقيق أهداف التنمية، وحرصت محافظة واسط على أن تكون هذه الأهداف تسير بطريق التنمية المتوازنة. طبعا لخلق التنمية المتوازنة كان لابد من وجود مؤشرات تعتمدها المحافظة في هذه الخطط. واحدة من هذه المؤشرات راح نعرضها أمام دولتكم هو مؤشر الفجوات الخدمية. نبتدي دولة رئيس الوزراء بواقع الحال قبل انطلاق الخطة. عام 2019 كان واقع الخدمات نسبة المناطق المخدومة بالخدمات الأساسية من البنى التحتية هي 31%، وأيضا المناطق الفجوات الخدمية الغير مخدومة 62%. مناطق قيد التنفيذ في 2017 كانت بنسبة 7%. الآن بعد 4 سنوات تقريبا من الخطة وصلنا في عموم مدن المحافظة إلى 70% من المناطق المخدومة، 19% الآن عندنا قيد التنفيذ من المناطق، وأيضا عندنا الفجوات الخدمية المتبقية هي 11%. قسم كبير من هذه الفجوات دخلت في خطة عام 2024. دولة الرئيس راح ندي تفصيليا ونلاحظ مدينة الكوت اللي هي مركز المحافظة، بدينا نوزع بها تفاصيل المشاريع. اللون الأخضر هو يمثل المناطق المخدومة، نسبتها في مدينة الكوت بلغت 78%. والمناطق اللي باللون الأبيض المؤشرة في هذه المناطق عندنا هنا حي الحوراء الأولى، حي الحوراء الثانية، مناطق السفحة، مناطق الخاشية، تمثل المناطق المستحدثة من السكن، نسبتها بحدود 15%. والفجوات الخدمية في مدينة الكوت 7% مؤشرة في المناطق اللي هي باللون الأحمر. مدينة الصوارة المناطق اللي باللون الأخضر المؤشرة في خارطة التصميم هي المناطق المخدومة، نسبتها 53% بلغت، وعندنا مناطق قيد التنفيذ 31%، والفجوات الخدمية في الصوارة 16% مؤشرة باللون الأحمر وهي تمثل المناطق المستحدثة السكنية. في النعمانية المناطق اللي هي المخدومة باللون الأخضر واضحة، نسبتها بلغت 78%، وأيضا مناطق قيد التنفيذ 15% مؤشرة، والمناطق الفجوات الخدمية اللي باللون الأحمر بلغت النسبة مالتها في النعمانية 7%. العزيزية نسبة المخدوم واضح جدا في مركز المدينة 73%، وقيد التنفيذ 23%، والفجوات الخدمية 4%. في الحي المناطق المخدومة بلغت 71%، ويقابل ذلك المناطق اللي هي قيد التنفيذ 14% والفجوات 15%. سيد الشهداء المناطق المخدومة 53%، والمناطق اللي هي قيد التنفيذ 47%. عمل كبير موجود الآن في ناحية سيد الشهداء. في مدينة الزبيدية المناطق المخدومة بلغت 62% ومناطق قيد التنفيذ 38% موضحة على خارطة التصميم الأساس. في مدينة الأحرار مناطق مخدومة 71% وقيد التنفيذ 29%. في مدينة الموفقية مناطق المخدومة مؤشرة في خارطة التصميم 69%، قيد التنفيذ 12% وفجوات خدمية 19%. شيخ سعد المناطق المخدومة 18 وعندنا مناطق قيد التنفيذ 55. دولة الرئيس إذا لاحظ أنه المناطق قيد التنفيذ نسبتها عالية جدا لتقليص الفجوة الخدمية اللي موجودة في مدينة شيخ سعد اللي هي 27%. في البشائر المناطق المخدومة وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 58% وقيد التنفيذ 18% وفجوات خدمية 24%. في الشحيمية المناطق المخدومة وصلت إلى 61%، 19% هو قيد التنفيذ وفجوات خدمية 20% في أطراف المدينة. في ناحية واسط المخدوم هو 61% وقيد التنفيذ 39%. تاج الدين
61% المناطق المخدومة و39 هي المناطق قيد التنفيذ متوزعة على المدينة. في الدبوني وصلت نسبة الإنجاز إلى 73% وقيد التنفيذ هو 27%. ناحية واسط القديمة المناطق المخدومة باللون الأخضر واضحة 62%، قيد التنفيذ عندنا 38%. بدرة المنفذ 67، قيد التنفيذ 14 و19%، فجوات خدمية باللون الأحمر. جصان 61% المخدوم و 27% قيد التنفيذ و 12% الفجوات الخدمية. أخيرا مدينة زرباطية وصلت نسبة الإنجاز بالمناطق المخدومة باللون الأخضر 51% وفجوات خدمية 49%. نحرص دورة رئيس الوزراء على أن تكون رؤية المدن حاضرة في اتخاذات قرارات الإعمار لخلق التنمية المتوازنة. شكرا دولة الرئيس. شكرا جزيلا لهذا العرض الذي قدم عن محافظة واسط وعدد المناطق المخدومة فيها وعدد المناطق التي تحتاج إلى خدمات ضمن الموازنات، إن كانت هذه الموازنة لهذا العام أو العام المقبل. باسم السيد الدكتور محمد جميل المياحي محافظ واسط والسيدات والسادة الحضور جميعا، نتقدم بجزيل الشكر الكبير لدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني. شكرا جزيلا على هذه الجهود وشكرا جزيلا على هذه الزيارة. نتمنى لكم ولجميع العاملين وشركات القطاع الخاص كل التوفيق ومباركين. كنا معكم من واسط، شكرا جزيلا.